بهذه الرقصات الاستعراضية الجميلة والبريئة يثبت هؤلاء الأطفال من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة أن الإعاقة ليست النهاية. محيين بهذه الرقصات المتقنة الحفل السنوي الثالث الذي أقامه مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة اليوم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة. نقيم هذه الاحتفالية سنويا نبرز فيها ذوي الاحتياجات الخاصة ومكانتهم في المجتمع وأيضا نلفت نظر كل السلطة سواء كان سلطة محلية أو دولة بشكل عام لإدماج هؤلاء الناس في الحياة. الحفل الذي حظي بمشاركة واسعة من المسؤولين والمنظمات المجتمعية وعائلات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة احتوى على معرض لبعض الأطراف الصناعية التي يتم صناعتها وتركيبها في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمكلا، حيث يحذر العاملون في مجال الرعاية الطبية من تزايد أعداد المعاقين بفعل الصراعات المسلحة في البلاد وبعض الأمراض. طبعا الحالات زادت في الفترة الأخيرة انطية للصراعات المسلحة، فزادت حالات البتر الأرجل، حالات بعض الحالات اللي مصابة بحالات شلل أو مشاكل في الدماغ، فكل هذه الحالات تحتاج إلى تدخلات وإلى عناية خاصة. هذه التحذيرات دفعت بمحافظ المحافظة إلى الإعلان عن اعتزام إدارته المحلية إقامة منشأة صحية وتعليمية خاصة تحتوي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. سنقيم منشأة تعليمية وصحية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإن شاء الله ستكون فعليا قائمة خلال الشهرين القادمين. ويأمل القائمون على هذه الفعالية الاحتفائية أن تسهم في تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها أفراد هذه الشريحة المهمة وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم جهود دمجهم في المجتمع. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.